الأجواء الرمضانية في تركستان الشرقية. نعيش أجواء شهر رمضان المبارك، أجواء تزيد فينا الشعور بالطمأنينة والسعادة، ولكن عديدا من الأوطان محرومة من هذا الشعور الفريد، بل ولا يتمتعون بحياة بسيطة يتمتع بها أغلب الناس. حين تسمعون عن نظام يوزع فيه الطعام للطلاب يوميا بالمجان، تشعرون بشيء من السرور لظنكم بأنه أمر جيد، أليس كذلك؟ ولكن تصوروا بصفتكم مسلمين بأن هذا النظام يطبق عليكم في أيام رمضان ليختبر صيامكم ولتتم معاقبتكم في حال صيامكم. ما هو شعوركم آنذاك؟ أسيكون شعوركم كالأول؟ بالطبع لا. هذا النظام تحديدا يطبق في تركستان الشرقية المحتلة من قبل الحكومة الصينية الشيوعية. من الطبيعي ألا تهتموا بأخبار مسابقات واحتفالات الشرب التي يقيمها غير المسلمين، ولكن ماذا إذا علمتم بأن هذه المسابقات والاحتفالات تقام قسرا في بلد مسلم لأجل انتهاك حرمات الدين والتقاليد والثقافات والتي تحدث تماما في تركستان الشرقية؟ هل سمعتم بأن الأيغور في تركستان الشرقية يصومون تارة بسحور وتارة بدونه، وأن معظمهم يفتقدون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وحتى جميع أقاربهم في موائد السحور والإفطار؟ فبالرغم من أننا في عصر التقدم والتكنولوجيا، يتسحر أولئك الأيغور على ضوء الشموع الخافتة خفية وخشية من الجواسيس الصينيين الذين يملؤون أراضي تركستان الشرقية، ولا يشعرون بالأمان حتى عند استخدام الشموع، فيلجأ معظمهم للاستغناء عن السحور بأكمله. فالقيام على السحور والصوم أمور قد تكلف الأرواح في تركستان الشرقية. تصوروا بأن مساجد تركستان الشرقية تغلق وتهدم وتحول إلى ملاه ليلية وحظائر حيوانات ومقاهي ودوائر حكومية صينية ومنازل عامة وغيرها، وأن جميع الأيغور محرومون من دخول المساجد والصلاة، بل واستبدل الأذان لتحل محله الأغاني الصينية الشيوعية. من الموجع أن كل ذلك يحدث حاليا في موطن للمسلمين، موطن كان للحضارة الإسلامية. لا توجد كلمة، بل لا توجد لغة تستطيع أن تعبر عن الأوجاع والآلام التي يعاني منها الأيغور في تركستان الشرقية. كأقل واجب يقع على عاتقنا كبشر أن نساهم في نشر الحقائق عن الجرائم ضد الإنسانية في تركستان الشرقية، وأن ندعو لهم في كل صلاة. لا تنسوا إخوانكم في تركستان الشرقية، فهم بشر مثلكم، وعليهم أن يمتلكوا حقوقهم الإنسانية وحرياتهم التي حرموا منها.